افتتح مساء يوم الجمعة 10 مارس 2023 الحمام التركي المغربي ريان المتواجد بتجزئة القباج قرب المسجد بمدينة برشيد. ويضم الحمام التركي المغربي ريان حمام للنساء وآخر للرجال بأثمنة جد تنافسية، وهو الأحسن جودة والأكبر بالمنطقة، بالإضافة إلى خدمات حمام العروس، نقش الحناء، وصالون الحلاقة والتجميل. وقد تم تجهيز الحمام بأفضل أنواع الرخام والزليج، كما أن الأثمنة المعتمدة تعتبر من بين الأفضل. وحسب الأثمنة المعتمدة فإن الولوج إلى الحمام التركي المغربي مقابل 15 درهما فقط بالنسبة للكبار و9 دراهم للأطفال، وذلك طيلة أيام الأسبوع.